أعرف ما تفكر فيه. ليليان غلاس. 4 شفرات لقراءة الناس تحسن من حياتك. I know what you are thinking. Using the 4 codes of reading people to improve your life. مرشد عملي وفعال يساعدك على رؤية ما يفكر فيه الناس بوضوح من خلال فهم شفرات التواصل، الصوت، الوجه، لغة الجسد، الكلام. إن هذا الكتاب يساعد القراء على اجتناب السلبيين من الناس وجذب الإيجابيين منهم. جيفن دي بيكر المؤلف الأكثر مبيعا لنيويورك تايمز The Gift of Fear and Fears. وقد استطاعت دكتورة ليليان غلاس أن تتصل بنجاح منقطع النظير بالطبيعة الإنسانية المعقدة، وإن لفهم اللغة غير الكلامية قيمة كبرى في أي مهنة تتطلب التواصل مع الآخرين. ويعتبر هذا الكتاب من أفضل الكتب الرائدة التي قرأتها عن التواصل غير الكلامي. فالنجاح في مهنة المحاماة مثلا يتطلب بداهة وقدرة على استخدامها وعلى أي حال، فإن معظم المحامين الذين أعرفهم غير قادرين على التحدث عن الذي فعلوه مع المحلفين. إن تطبيق ما يحتويه هذا الكتاب المعلومات بين دفتيه يضمن لك النجاح. جوفري فيجر أحد المحامين البارزين. ككاتب ومعلق في تلفزيون كورت، أرى أن الدكتورة ليليان غلاس أظهرت مهارات منقطعة النظير فيما يخص عملها أثناء تغطيتها للعديد من المحاكمات المنقولة على الهواء. وفي كتابها أعرف ما تفكر فيه تشارك القراء تلك المهارات التي تحظى بقيمة كبيرة في مجال من مجالات الحياة. نانسي غلاس تلفزيون كورت. أعرف ما تفكر فيه مؤلفته ليليان غلاس وينبغي لكل شخص أن يقرأه، سواء كان على علاقة بمجال عمله أم لا. ومن الأثر الطيب أن تقرأ وجه وحديث وحركات وجسد أي شخص حتى تتمكن من التعرف على هذا الشخص، وأنني لو صفق لها على منح الجمهور مثل هذا الكتاب. أرنولد كوبلسون أحد منتجي الصور المتحركة. يجب عليك أن تقرأ الناس وخاصة الآن، سواء كنت على وشك إقامة علاقة أو استثمار مالي أو لذاتك. عندما كنت محقق خاص تعاملت مع مشاهير لعدة أعوام، ولو لم أتعلم كيف أقرأ الناس لكنت قد أصبحت في إعداد المفقودين. وفي كتاب أعرف ما تفكر فيه توضح لك الدكتورة ليليان غلاس أسرار قراءة الناس حتى تحسن جميع جوانب حياتك. هذا الكتاب لا يقدر بثمن. دون كريتشفيلد محقق خاص شهير ومؤلف أحمي نفسك دائما ومؤلف اعترافات هوليوود. بالجزء الأول فن وعلم قراءة الناس. قواعد قراءة الناس: شفرات الاتصال 4، الإنصات إلى شفرة الكلام، الاستماع للشفرة الصوتية، مشاهدة شفرة لغة الجسد، النظر إلى شفرة الوجه. بالجزء الثاني التحكم في شفرات الاتصال 4. والجزء الثالث استخدام الشفرات لتحديد نوع الشخصية. أغلب الكتاب استبيانات، تقاويم، تقييمات ذاتية. استطاع العلماء أن يروا أشياء لم يتخيلوا رؤيتها بمجرد أن تعلموا كيفية استخدام أداة لها تأثير قوي مثل المجهر الإلكتروني. وعندما نكون على دراية باستخدام أدوات فعالة، فبإمكاننا أيضا كهؤلاء العلماء أن نكون على علم بأمور جديدة لم نكن نعرف وجودها. تكامل شفرات التواصل 4. ثق بنفسك لكي تتخذ القرارات الصحيحة. اقرأ نفسك. نمي بصيرتك. ستكون قدرتك على قراءة الآخرين قوة إضافية لك، فالمعلومات التي تلتقطها عنهم قد تنقذك من الوقوع في حياة الشقاء والأسى، الأمر الذي يجعلك تنعم بحياة دائمة تملأها السعادة والصحة وعلاقة تحظى بالرضا. أعرف ما تفكر فيه دكتورة ليليان غلاس.